المرأة المصرية قدرت تثبت نفسها وتحقق ذاتها في أي مجال، وشفنا نماذج اقتحمت مجالات كانت حكر دايما على الرجالة بس. عشان كده النهاردة احنا معانا نموذج مميز للمرأة في صعيد مصر. طبعا بتعشق كرة القدم من وهي صغيرة، وأشقاها ده كان دافع لتحقيق حلمها عشان تلتحق بكلية التربية الرياضية وتكون أول بنت بتشتغل مدير فني لقطاع الناشئين في نادي الفتح الرياضي. دلوقتي معانا الكابتن سارة الأسمر، المدير الفني للناشئين بنادي الفتح الرياضي، معانا عبر زوم. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح النور على حضرتك. ايه الأخبار؟ الحمد لله بخير. ما حسيتيش ان الموضوع صعب في بداياته حتى انك تقتحمي هذا المجال؟ هو الموضوع صعب طبعا، بس الحمد لله ربنا قدرني وهقدر ان شاء الله اكمل فيه. كابتن، هي دي شغلانة رجالة بس؟ هي فعلا شغلانة رجالة بقتش بس بقى طبعا خلاص، بس ما دلوقتي بقتش. احنا نقدر نعمل كل حاجة. الرجالة مش محتكرة على حاجة دي، بس احنا نقدر ندخل في الموضوع ونتفوق، مش ندخل بس. اكيد طيب مشوارك كان اكيد. عامل ازاي؟ احكي للناس. ايه نعم، مشوارك كان ماشي ازاي؟ يعني اول ما خدت القرار بحاجة زي دي كانت الدنيا ماشية ازاي؟ دراستك كانت عاملة ازاي؟ طبعا الموضوع ما كانش سهل خالص ان انا ادخل فيه، طبعا وسط رجاله كتير، وسط ان هو الحاجه دي محتكره عليهم بس، لكن ربنا قدرني وكرمني وقدرت ان انا اكمل في الموضوع وادوس بدعم طبعا اهلي والكباتن بتوعي. طب قولي لي يا كابتن، هو المدير الفني لأي فرقة لازم يكون لاعب كورة قبل كده، ولا ممكن يدير كده من غير ما يكون ممارس؟ انا من وجهة نظر ان هو لازم يكون لاعب كرة علشان يفهم اللاعب في الملعب ويفهم مراكزه ويفهم الضغط النفسي اللي هو فيه، لكن هو لو ما كانش لاعب كرة مش هيقدر اصلا يقدر اللاعب في الملعب. وانت كنت لعبتي قبل كده؟ لعبت 4 سنين شبان اسيوط. تمام. وانت كان مركزك ايه في الملعب؟ انا الدفاع ونص ملعب وحارس كمان. ما شاء الله. ومهاجم كمان لحد ما يجيبوا مهاجم جديد. وهجوم كمان. كمان ما شاء الله. طيب الموضوع بقى لنا فترة كده، ومش فترة قليلة، بنشوف وبنتابع ان كرة القدم اصبحت علم يدرس. التكتيك في الملعب مش اي حد، حتى لو كان لعب كورة قبل كده، وده طبعا مهم زي ما انت قلت عشان يبقى فاهم اللعيبة بتلعب ازاي، وفاهم موقع كل لعيب من التاني، وازاي يتحركوا، والتكتيك بتاع الملعب ده مهم جدا، لكن في علم، في دراسة. شايفة ان الموضوع ممكن بالدراسة فقط ينفع؟ لا طبعا، الدراسة واللعب وكل حاجة، لازم المدير الفني يكون فاهم كل حاجة هو بيعملها مع اللاعب. لازم ألعب ولازم أكون خط التدريب كذا مرة علشان أبقى مدير فني، مش من مرة واحدة بس إن أنا خلاص مش سبت التدريب مثلا سنة أو حاجة خلاص هدخل مدير فني. الشغلانة مش سهلة خالص، بالعكس الشغلانة صعبة. طب أنا عايز أقول لك على حاجة، كمدير فني لفريق كبير اعتقد من وجهه نظري ان هي اسهل شويه في التعامل، لانهم وصلوا لمرحله من النضج وفاهمين كويس قوي وعارفين، كل واحد عارف حدوده فين وامكانياته فين. لكن الناشئين دايما لسه، عارفه انت بقى، شويه مراهقين لسه صغيرين، التحكم والسيطره عليهم اعتقد ان هي بتكون صعبه جدا. قدرت تعملي ده ازاي؟ هو التحكم صعب وكل حاجه، بس هم بيحترموني جدا وبيسمعوا الكلام وانا بحترمهم، علشان كده في احترام متبادل في الملعب. فأنا قادرة يعني أقفل على الفرقة كويس. تقبلوا وجودك من الأول؟ نعم؟ تقبلوا وجودك من الأول؟ هما تقبلوا وجودي من أول تمرين نزلت فيه، اللي هو نزلت عادي كده بشوف الدنيا ماشية إزاي. هما تقبلوا وجودي من أول يوم نزلت فيه، بالعكس هما اعتبروني أختهم الكبيرة، واللي هو في أي حاجة معاهم بيتكلموا معايا. طبعا الكباتن اللي هو عرفوهم إن دي أختكم، خلاص هي زيها زينا في الملعب. طيب أنت إمتى قررتي إن أنت تتحولي من التدريب لإنك تكوني مدير فني؟ دي بقى جت صدفة. يعني أنا مثلا كنت بدرب أكاديميات وكده، ومثلا مرة واحدة اتحطيت تحت اختبار، اللي هو أنا ما كنتش عارفة إن أنا تحت اختبار ولا أي حاجة والله. مرة واحدة كده صحيت من النوم لقيت نفسي أنا مدير فني. الصدفة لعبت دورها. بالصدفة أنا اتصدمت. تمام. وأنت بقى أهلتي نفسك وحاولتي إن أنت تبقي يعني مالية مركزك زي ما بنقول كده باللغة الدارجة؟ باللغة السعودية أنا مليت مركزي. طيب. عرفت أملاه يعني. ما شاء الله. طيب عليك كابتن سارة، ايه المواصفات اللي المفروض تكون موجودة في المدير الفني؟ طبعا لازم يكون ديمقراطي، ما ينفعش يكون دكتاتوري خالص، علشان ناخد وندي في الكلام ونشوف اللعيبة ايه حاجتها بالظبط. لازم يكون بيفهم في الكرة الحديثة، ويعني ويتحلى بأخلاق عالية.
عظيم. اكيد. طيب كابتن قولي لي بقى، انت الفرقه عندك ولاد وبنات ولا فرقه ولاد فقط او بنات فقط؟ يعني انت مسؤوله عن انك مدير فني لفرقه ايه؟ لا انا مدير فني لنادي الفتح الرياضي 2009 اولاد. اولاد بس، ما فيش بنات لنادي الفتح الرياضي. تمام. بما ان انت بقى بتتكلمي دلوقتي عن ان المدير الفني لازم يبقى ديمقراطي ويسمع كلام الناس، سؤال حلقتنا بيقول هل انت متعود تاخد قرارك بنفسك ولا ممكن تستعين بحد، ومين هو الحد ده؟ كابتن ساره بقى، هل متعوده انت تاخدي قرارات بنفسك ولا ممكن تستعيني بحد؟ لا انا بستعين بحد طبعا، اللي هو انا ما اقدرش، انا واحده برضو ما اقدرش اخد القرار لمره واحده، برضو دي فرقه وانا اول مره امسك فرقه، فطبعا كابتن جنيدي طبعا على طول واقف جنبي، واقف في ظهري بيدعمني، هو كابتن عبد الرازق وكابتن كوليبالي، فعلى طول مثلا في قرار وفي اي حاجه هم بياخدوا رايي فيه وانا باخد رايهم في اي حاجه انا بتقف معايا. يعني قرار حتى دخولك لمجال كرة القدم من البداية، كنت بتسألي حد؟ كان في صعوبة طيب على دخول هذا المجال في البداية؟ ما كانش صعوبة بالنسبة لبابا، هو اداني الثقة الكاملة ان انا اكمل في المجال ده، قال لي ادخلي المجال اللي انت تحبيه وكملي فيه بس. فانا دخلت دوست في الموضوع بقى. انت قبل دراستك للتربية الرياضية كنت بتدرسي حاجة تانية يا كابتن؟ كنت بدرس كلية الخدمة الاجتماعية، قعدت سنة هناك وما قدرتش اشوف الاقي نفسي هناك فيها، فدخلت كلية التربية الرياضية. انت بالفعل قبل كلية التربية الرياضية كنت رياضية؟ كنت رياضية لحد ستة ابتدائي، وبعدين توقفتي لفترة ورجعتي تاني مع الكلية. رجعت اكيد. طب في فكرة في مخك كده انك تتأكدي او انك تحاولي انك تعملي كورة نسائية عندكم في الفريق كمان، بحيث ان يبقى عندك 2009 شباب او اشبال و2009 فتيات؟ بص احنا بنفكر في الموضوع بس الموضوع صعب، ان الكرة النسائية على مستوى الصعيد شبه منعدم، يعني مفيش اصلا كرة نسائية، ما احنا فان ما انا كانش اعمل الخطوة عندنا دي مديرة هتبقى صعبة فنية. جدا. ما كانش عندنا مديرة فن ايه؟ ما كانش عندنا مدير فني سيدة، فاللي خلانا يبقى عندنا مدير فني سيدة يخلي عندنا كمان فريق كرة نسائية في الصعيد. اتمنى والله ان الدكتورة دينا الرفاعي تهتم شوية بالكرة النسائية، فعشان الموضوع ده يفرق معانا جدا وندخل كرة القدم الصعيد أكتر. أكيد. طيب أكيد. أنت دخلتي المجال يا كابتن سارة خلاص، عشان تمام. تطوري نفسك هل في دورات تدريبية مثلا ممكن تحصلي عليها، كورسات أونلاين، تحتاجي تسافري مثلا لمكان تاخدي دورات تدريبية؟ لأن احنا زي ما قلنا كده في البداية إن كرة القدم أصبحت علم. أكيد علم كرة القدم بقت دلوقتي في كرة حديثة ولازم نطور من نفسنا كل شوية. كده دلوقتي قدامي دورات كتير ورخصة مثلا سي ورخصة بي إن أنا تمام. أخدهم إن شاء الله، وعندي كورسات كتير إن أنا ممكن أخدها، مثلا كفاية إن أنا مثلا أخد خبرة من كباتن كبار زي مثلا الدكتور هيثم صالح، بيدي كورسات ورش تدريبية وكده إن هي يتعلم الكرة الحديثة. طيب تنصحي البنات الصغيرة بإيه؟ اللي عندهم حلم مثلا وشايفين فيه صعوبة قدامهم تحديات، تنصحيهم بإيه؟ اللي هو انتوا دوسوا في اي حاجه، كلام ان لو هناخد على كلام الناس احنا مش هنكمل لبكره او مش هنطلع من بره بيتنا، فاحنا لازم ندوس في كل حاجه ونكمل في اللي جاي، وانتوا تقدروا طبعا. بناشد اهلهم ان هم يسيبوهم يعملوا كل اللي هم عايزينه، يعني ويدعموهم ما كمان. يسيبوهمش كده، ما يحطموش احلامهم. أكيد. كل الشكر ليكي كابتن سارة الأسمر، المدير الفني لفريق نادي الفتح الرياضي بالصعيد، شكرا جزيلا ليكي.